كنت كل فرصة مدرسة أنزل أساعد والدي بمطعمه اللي أخده عن جدي واللي هو بيعمل حمص وفول وفلافل. دايخت شوية ما نعرفش طبخ المشرق العربي. اليوم حابب نعمل كلنا مع بعض ساندويش فلافل أصلي، يعني لازم يكون فيه كل المكونات زي الصوص زي الفلافل خضرة ممكن كبيس بدون فزلكات. تريديشنال يمكن هي غلطة عم بيعملها لأنه في اثنين لبنانيين عم بيتحدوه واثنين كله فلافل فعليا. عندناش فلافل هنا، صعب لي علي المهمة وانا انه احنا الجزائريين ما ناكلوش بزاف الفلافل هادو. في شغلة صغيرة نسيت احكي لكم اياها، رح تعملوا انتوا الخبز ومعكم ساعة بالضبط عشان تقدموا السندوتشات هاي. فلافل وخبز في ساعة واحدة هذه مستحيل تصير. جود لك للجميع. شكرا شيف طارق. فاذا في الطريق للنهائيات الشيف طارق تحداكم تحضروا ساندويتش فلافل من الصفر. جاهزين؟ جاهزين. وقتكم يبدا دحين. كيف راح نحضر طبق فلافل ما نعرفش مين بالمكونات؟ راح تبدا جوله اولى صعبه بزاف.